أمار كان عم يخدعك وقت أخدك على التلة، للأسف أنت يلي وثقتي فيه، بس هو واحد خاين. أنا بقمة سعادتي لأني وأخيراً قدرت غير رأيي لديفيا. أمار كان عم يوعدك إنه يبني لك بيت الأحلام تبعك فوق هديك التلة، بس تأكدي إنه كل شي عم بيقلك يا مجرد كذبة كبيرة، هو بس عم يحاول يخدعك. من هذا البيت رح تشع السعادة. ديفيا، أنت أخذتي أول خطوة وأنا رح كمل. ضحكتنا راجعة. هو حكى عن حياة حلوة ناطرتك، كلها فرح وسعادة وما فيها زعل أبداً، بس الحقيقة مو هيك. هو كان عم يحكي عن موتك القريب.